FM. الكل مليك. نحكيه على تأجيل الجلسة العامة المصادقة على مشروع قانون حماية المبالغين عن الفساد والضجة اللي أثارها التأجيل هذية. هل الحكومة عندها نية سحب المشروع اليوم؟ لا نية سحب ما عندهاش نية سحب، ولكن اللي صار خليه يقول معقوش يصير. معناتها هناك نقص في الحرفية في التعامل ما بين مجلس نواب الشعب وما بين الحكومة، على الأقل في المستوى هذا. العمل اللي باش يصير نهار الخميس، كل يوم خميس هناك اجتماع مكتب المجلس، مكتب مجلس النواب اللي يمثل فيه أهم الكتل، يضبط برنامج عمل المجلس. الخميس الفارط اجتمع المجلس وضبط جدول أعماله، فما جلسة عامة يوم 13-14 لمناقشة مشروع المبالغين، حماية المبالغين على الفساد. وما تم توجيه دعوة للنواب للحضور للجلسة العامة بصفة رسمية عن طريق سواء بالاسماس أو عن طريق برقيات حتى للديار، ومش ناس تجي. بطبيعة من اللحظة هذيك الحكومة مفروض تعلم بموعد هذه الجلسة العامة وتحضر أمورها باش يجي ممثل عن الحكومة. مفروض يكون سي عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية في الخارج. يعني الأمور ماهيش تصير اليوم حك راسك غد وسافر. سي كريم، شكون اللي تحمل مسؤولية، الحكومة ولا مجلس النواب؟ قلت غياب حرفية، ما تعرف شكون الأقرب؟ الأقرب من الحكومة، لأنه المجلس النواب ضبط روزنام وعلم، ما نعرفش علم في 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 في, في متسع من الوقت من هذا الخميس. على كل حال فما وزير. مهمة تكون في الحكومة، مهمة وزير مكلف بالعلاقة مع المجلس النواب الشعب. هناك وزير مكلف اللي هو شكونه؟ سياد دهماني، مكلف فقط بالعمل هذا. سياد من المفروض علم بتاريخ الجلسة يوم الخميس، يضبط أمورهم. شكون باش يجي يدافع على القانون؟ كان سي عبيد البريكي موجود في مهمة في الخارج، كان ينجم يجي حد آخر يمثل الحكومة. معناتها ما كانش إشكال باش يجي كان سي عبيد البريكي، لأنه حتى سي عبيد البريكي مش هو اللي عمل القانون هذا، القانون هذا يتعمل قبل سي عبيد البريكي. يجي يدافع عليه وزير العدل، أي وزير آخر في الحكومة، وما نخسروش يومين من العمل هكاك. معناتها سامحني، خلال إجرائي هل يخفي وراءه سياسة أو تجاهل القانون؟ لا، أو سحب القانون لا مستقبلا؟ لا 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 لا، ولا معناتها خلال إجرائي عادي يحصل؟ لا، معناتها ما يحصلش، ما يزموش يحصل. أنا أقول حرفية، أنا أقول حرفية. هذه مؤسسة تاع برلمان، مؤسسة مهمة، ندعيو للنواب باش يجيو. ناس تجي من بنقردان، تجي من بندين، تجي من قصرين، تجي من عديد مناطق الجمهورية. هناك جدول أعمال، جدول أعمال مضغوط بطبعه. معناتها خسرنا يومين من العمل كنا نجم نعديو فيهم القانون هذا اللي هو مهم، في تقريب 50 فصل وداخل في اولويات الحكومه وفي اولويات المجتمع التونسي ومكافحه الفساد. خسرنا نهارين لخطا كنا نجم نتفاديوه. هذه هي الحرفيه اللي نحكي عليها. لابد ان الامور تكون منظمه ومعناتها موقوده مينوتي. معناتها ماشي فما رداء في الصياغه نتاع القانون هذايا، وصياغه هزيله تحمي الفاسدين اكثر من حمايه المبالغين. هذاك علاش فما ممكن مراجعة أخرى للقانون هذايا وسحبه وإعادة نظر فيه. لا، أنا في لجنة حقوق الحريات وساهمت في أعمال اللجنة لصياغة هذا القانون. قانون جاء في نسخة أولى من الحكومة، أدخلنا عليه تحويرات مهمة في مستوى لجنة الحقوق والحريات، وبعثناه للحكومة، وكانت التحويرات هذه محل إجماع من كافة الكتل الممثلة في اللجنة. بعثناه للحكومة، ما فيكيش هذا الإشكال. الإشكال كونه تفاجئوا نهار الاثنين، كونه الوزير اللي باش يدافع على الحكومة باش يدافع على يمثل الحكومة موجود غايب. معناتها هذا المفاجأة، عنصر المفاجأة ما كانش يصير. كان فما جمعة، وكان فما سبت، وكان فما حد، وكان فما اثنين باش نلقاو بديل يجي يدافع على المشروع هذا. كان ينجم اياد بيدو، كان ينجم يجي وزير العدل، كان ينجم يجي يدافع على الحكومة. بعض الوزراء هذول اللي مشاو مع رئيس الحكومة. يعني هذايا هي الحرفية، حرفية كون الأمور تبدأ منظمة مؤقتة، كل شيء معروف معناتها وكل شيء. سمحني نبيل، حاب نسأل سي كريم حول مسألة أثار حولها الكثير من اللغط، ونحب نسأل لين داي يحطها في سياق غياب الحرفية. أما المرة هذه فمنية مبيتة كما تتهم المعارضة المسألة اللي هو في قانون اللي تم عرضه عليكم في علاقة بقانون المسكن الأولاني. أي كريم الهلالي، أفاق تونس، تعتبروا ذلك
الصيغة الأولى اللي تم تقديمه لأثارت ضجة كبيرة ويبدو أنها فرضت على الحكومة إعادة مراجعة النص المقدم، حسب رأيكم كان بنية مبيتة كما تتهم المعارضة ذلك، فما بزنس، فما فساد، فما شبهة فساد في الأمر وسرعان ما لم يلمته الحكومة، ولا أيضا في إطار غياب الكفاءة يعني ودز بركة وبرا قدم القانون ويعمل ربي دليل للأمانة. أي للأمانة أنا حضرت، أنا مانيش عضو في لجنة المالية، لكن حضرت يوم مناقشة هذا الفصل في لجنة المالية ونناقشه في قانون المالية، وكنت أول نائب أثار هذا الموضوع. الفصل عندما تم تقديم الفصل 61 من قانون المالية في خصوص مساعدة سكن، مساعدة الناس على الحصول على السكن الاجتماعي، كان إجراء لفائدة العائلات المتوسطة، وكان في نص القانون حصريا لفائدة الوكلاء الباعثين العقاريين. هذا كان المقترح الأول من الحكومة، أو كنت أول نائب طرح الموضوع هذا في اللجنة، قلت شنو معناها معناتها كان الباعثين العقاريين ليش؟ يعني تلقت من تجربة شخصية. أنا في المهدية الوالد خلينا هواية، بديت أنا هواية في بديت دار في المهدية، وخذيت قرض من البنك، علاش معناتها نحرموا عشرات وآلاف ومئات الآلاف من التوانسة اللي ما عندوش أرض، اللي المشكل في السكن هو ثمن الأرض. فما اللي خلي له بوه أرض واحد، فما اللي خلي له بوه هواية يحب يبنيه كذا، وهذا إجراء معناتها اجتماعي. وكان النقاش تحل النقاش من وقتها في الموضوع هذا، وكان شبه إجماع ولي ديليبراسيون مسجلين، يعني المداولات تاع المجلس مسجلين، وحتى وزيرة المالية، خاطر ما كانش وزير التجهيز هو اللي موجود قدامنا في اللجنة، كانت وزيرة المالية، ووزيرة المالية اقتنعت ومشينا إلى صيغة أخرى متاع النص، وصوتنا في الجلسة العامة على صيغة أخرى، يعني ما يكونش أمور حصرية لفائدة الباعثين العقاريين الإجراء هذا. هذا ثابت. الآن النص القانوني يقول فما هناك أمر ترتيبي باش ينظم العملية، يتم تنظيم العملية هذه بمقتضى أمر. الأمر كيف يجي ما يزموش يجي مخالف للنص القانوني وليروح والتجاري مشى فيه المشرع، هذا 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 ثابت وأكيد، والمشرع مشى في عدم الحصرية. في حين جاكم الأمر، الأمر يبدو أنا ما قريتوش خاطر مانيش في اللي تم عرضه على اللجنة المالية، اللي تم عرضه على اللجنة المالية، أنا مانيش في اللجنة المالية، يبدو أنه يفهم منه كونه رجعنا للفكرة للصيغة الأولى، هذا بطبيعة ما هوش مقبول، وأنا أنا نزه ما نقولش فما شبهة فساد. ربي كريم، رأي مسألة مهم بتخرج رأي العام، يعني تم يعني إسناد الحصرية للباعثين العقاريين في أنهم يكونوا هما يعني منفذي المشروع، يعني باش تاخذ لكس، أو قالوا يعني حد شكون هم الباعثين هذا، ولا مش صحيح؟ لا الأمر حدد يعني قيل أنه أكثر من ذلك حدد الأسماء بعينهم. الأمر يبدو أنه يتضمن أسماء، أنا قلت لك ما ريتوش، الأمر يبدو أنه يتضمن أسماء، أسماء بعينهم تاع باعثين دون آخرين، زين اللي عبروا على استعدادهم، الوزير يقولوا وأنه عندهم الكريتير أكثر من هما. اتصلوا الوزارة، أنا سمعت التبريرات تاع الوزير سيد وزير التجهيز اللي نزوا على كل معناتها هذايا، معناتها يدخل ممكن في باب المزايدات وفي باب الاتهامات بالفساد وكذا، مش معقول ما نجموش نتعاملوا مع بعضنا بالطريقه هذه. قال كونه تصلوا بالغرفه نتاع على طريق الكيكاب الباعثين، وشكون عبر على سعديد، وشكون حاضر وشكون مش حاضر اتسيتيرا. انا نقول المبدا هو كونه النص القانوني الامر الترتيبي اللي باش يصدر لابد ان يكون في اتجاه القانون، يعني بدون ان نمنح حصريه للباعثين العقاريين في العمليه هذه، وما تشري كان ابارتمون ما تعمل كان هذا، ماهوش هذا اللي دولنا فيه، ومش هذا اللي حبوا اراده المشرع ليست هذه. الامر يجب ان يكون في هذا الاطار، اذا كان النص قراءته وتاويله يمشي في اتجاه اخر معناتها النجم يعني انت تميل نحو انه حصلت تغيير في وجهه النص بحسن نيه. انا نعطي حسن نيه.
نعطي حسن نيه للحكومه. ما نحبش نقول معناتها كلام غير لانه اولا الراجل نعرفه ماهوش من نوع هذا وزير التجهيز مش من نوع هذا والحكومه بيده ماهيش من نوع هذا معناتها ما نتصورش ان اليوم يوسف شاد معناتها يدافع على لي بروموتور موبيلي على خاطر هذا اجراء من الاجراءات المهمه في قانون الماليه تقدم لي يعني مساندة ومساعدة العائلات المتوسطة وذوي الدخل المتوسط للحصول على مسكن ما نتصورش يمشي للواحد كريم ما تصورش أنه مع هاي. أنه أيضا قطاع الباعثين العقاريين يشكو أيضا ويستفيد زاده هو من يستفيد تبقينا ما تكونش الأمور حصرية لأنه الإشكال الأساسي بوريان فما 9 و10 ولايات ما فماش نشاط تبعث عقاري فيهم على إيش ثم ماشي ما استمتعوا لا ما تحسش اللي فيما بروبليم تاع كوميونيكاسيون في الجانب هذايا مثلا باش نعطيك مثال أنه أول ما طلع المشروع هذايا وأعلن عليه رئيس الحكومة في علاقة بقضية هذا المسكن الأول من تصدى للتفسير لا مسؤول حكومي لا مسؤول حزبي لا مسؤول ما نعرفش الواحد هو السيد فهمي شعبان رئيس الغرفة بتاع الباحثين العقاريين هو عنده 4 شهور يفسر العباد حول مشروع المسكن الأولاني اللي هو مشروع حكومي ما خرج حتى وزير فسر في الموضوع صحيح. يعني سي فهمي شعبان وكأنه فهم أنه هو الوزير المكلف بمشروع السكن الأول اللي هو يمثل الباحثين العقاريين صحيح هو قلت لك المساج ايتي بروي من هالولاني من يجي مشروع قلت لك قانون المالي جاء للمجلس الكلمة بتاع حصرية أثارت نقاش وجدل كبير علاش كان لي بروموتوري موبيلي ألورك هو كان معناتها جاء إجراء لمساندة العائلات المتوسطة هو إجراء اجتماعي بالأساس معناتها خرجنا من الهدف الأساس واللي نحكيه في الجوانب في الهامشيات أنه الحكومة تساند قطاع الباعثين العقاريين إذا يراه معناتها ماهوش شيء ما يجرموا القانون بالعكس لأنه قطاع البعث العقاري يشكو من الركود ويشكو من كذا فرصة أنه ينتعش شوية فرصة أنه ينتعش عن طريق إجراءات من هذه ولكن الهدف الأساسي هو كون العائلات المتوسطة هي تستفيد هي اللي تستفيد وهي اللي تمشي يمشي لها الإجراء هذا ويكون فما عدالة في التطبيق إذا كان نشاط البعث العقاري ما يغطيش كامل تراب الجمهورية فمعناتها بصفة بديهية ما يكونش حصريين عندهم هما لا 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 معناتها مش قلت الغايه سي كريم معناتها غايه القانون هو معناتها حمايه والا تقول انت تشجيع الباعثين العقاريين والا توفير مسكن لائق للمواطن التونسي الجمع بين هذا وذاك الجمع بين هذا وذاك هو باش تمشي يبني مسكن باش يبني مسكن نجم يبنيه الاساس عن طريق باعث عقاري اللي عندهم او يحب في ولايه داخليه ولا مقاول يجيب تشرون صغير يحب يخدم روح يبني دار معناتها انا عملت كيك برشا عتويز يعملوا كيك فهمني يبني دار وكذا مش لازم تشري حصريه الباعثين الحصريه لا الحصريه هذه اللي قامت عليها احنا قلنا من نهار الاولاني الحصريه لا با ديكسكلوزيفيتي للناس هذوما خلي الامور مفتوحه يستفاد هذا ويستفاد ذاك ويستفاد خاصه الناس اللي تعمل معناتها اللي ما عندهاش دار وكاريا يحب ياخذ دار ويتوفر له التمويل الذاتي عن طريق معناتها قرض ميسر مع الدوله هذا هو هدف تاع الاجراء خلينا ليسونسييل ولينا نحكيوا على امور اخرى وهذا معناتها تحب ولا تكره فما خطا اتصالي فما معناتها الاجراءات هذه وقانون الماليه راهو في عديد الاجراءات والحكومه كي تقدم قانون الماليه ممكن المره هذه تزربت بالوقت وتعرفوا الحكومه دخلت في سبتمبر وقانون الماليه لازم تقدم 15 اكتوبر، قانون الماليه يكون مسبوق بحوار والحكومه قبل ما تقدم المشروع النهائي تقدم افكار ومن نوع هذايا مع عقد الكرامه عقد هذايا السكن الاجتماعي كذا باش تبدا تفسر شنو هي الفلسفه العامه نتاع قانون الماليه لانه قانون الماليه مش مجموعه فصول هكاك معناتها بيجي مش بيجي تاع شركه، قانون الماليه هو فلسفة لسياسة الدولة في العام هذاك وهذا لازم يتقدم ويتفسر كريم الهلالي نحكي على تموقع حزب افاق في الحكومة هذه وحدة الوحدة الوطنية هل في صحفة العسل الافاق مع الحزبين دي والنهضة في صحفة العسل مانيش احنا في عرس ولا في واحد احنا في ائتلاف معناتها حكومة ائتلافية حكومة وحدة حكومة وحدة حكومة وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية نداء فيها عديد الأحزاب فيها منظمات وطنية فقط هي علاقة احترام علاقة عمل من أجل مصلحة البلاد لا أكثر ولا أقل نيشي جلول البارح في كابوتشينو قال نحن مانيش في حكومة وحدة وطنية نحن في حكومة نتاع ائتلاف حزبي موسع لا غير شنو رأيك؟ نحب تقول حكومة وحدة وطنية تحب تقول حكومة ائتلاف موسع في اتحاد شغل لا 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 معناتها هي الحكومة هذه تبنيت على أساس اتفاق كارتاج اتفاق كارتاج ماهوش منظم الأحزاب فقط منظم 3 منظمات وطنية عريقة اللي للحظة هذه
متمسكين بالحكومه هذه متمسكين بالوثيقه هذيك. ومن هنا جات فكره الوحده الوطنيه. صحيح انسحبوا بعض الـ 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 الاحزاب من الوثيقه هذه، ولكن معناتها الفكره ما زالت قائمه على الـ 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 المبدا هذه، كونه معناتها ندزوا مع بعضنا معناتها في اتجاه اخراج البلاد من الازمه. وكاو سي كريم، يعني هو في بناء على الكلام نتاع نبيل توا، يعني الناس اللي تراقب يقولوا أنه حركة فاق اختارت موقع مريح في وسط التحالف الحاكم، يعني موقع يشبه كثيرا الموقع اللي اختاره أبو موسى الأشعري أيامات العركة الكبيرة، قال الصلاة ولا علي أصلح، وانتم اخترتوا الصلاة وراء النهضة أصلح، والأكل على مائدة معاوية أدسم، واخترتوا أنه تاكلوا على مائدة النداء، والبقاء فوق الربوة أسلم تقريبا. يعني انتم حالين الواجهه للنداء والنهضه، ياكلوا ويتحملوا وزر التجربه بتاع الحكم هذية، وانتم ساق في الحكم وساق ايضا وراء الفيترينا وتنتظروا. يعني لاندراء انتم عندكم ثقه انه التكتيك هذا باش يخرجكم تخرجوا باقل دقاء من تجربه الحكم، اخت اللي باش تواجهوا الناخبين نتاعكم واخترتوه يعني انتم في التموقع هذية، ولا تقدروا من خلال اتصالكم بالناس اجتماعاتكم انكم اصبحتوا زاده في موقع معناها انه يوصلكم الطش نتاع اخر ما نقولش فشل باش ما نبلغش نتاع عدم الانجاز في المشاريع الحكوميه، في وعود الحكومه، في وعود منظومه الحكم خليني نقول اللي جات من 2014 وان جاتكم انتم كجزء من التحالف الحاكم. شوف بوريه، نحن النقاش هذا في الحزب دار بيوست بعد الانتخابات 2014، صار نقاش كبير في الحزب في هيك الحزب يندرى ندخل الحكومة ما ندخلوش للحكومة، وهناك معادها من دافع على خيار الدخول، هناك زاد أيضا في الحزب من يدافع العكس هذا. وإلى اللحظة هذه تذكروا حتى في مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية كان مجلس وطني على امتداد 3 أيام، يعني تبعوه تواسى كله، كان القرار معناتها مهم جدا وكان نقاش كبير ياسر في وسط الحزب. خيارنا هو من هو المسؤوليه، عملنا المسؤوليه، احنا ما نجموش معناتها ما نتحملوش المسؤوليه لما تعرض علينا باش تحملوا مسؤوليه البلاد، لانه الوضع صعب جدا، ادراكنا وتقييمنا كونه وضع البلاد صعيب ويتطلب كونه الناس كل تتحمل مسؤوليه الحكم بايجابياته وبمساوئه. معناتها قادمين على الريسك هذايا، وكان الخيار الاغلبي هو كون نمشي في الحكومه ولكن دون ان نفقد ثوابتنا، دون ان نحيد على مبادئنا. قلنا كونه هالسوتيان هذايا للحكومه هذايا هو سوتيان، معناتها هو مسانده مبدئيه ولكن ايضا مسانده ناقده. نكون ناقدين، سنقول معناتها راينا وقت الامور تمشي في الاتجاه الصحيح، نقول راي ماشي في الاتجاه الصحيح وقت الامور تكون ماشي. اليوم ماشي في الاتجاه الصحيح الامور؟ والله اليوم تقييم اليوم تقييمنا الامور فيها نوع من الركود، يعني بدينا بروين ندخلوا الحكومه عملت انطلاقه ب دخلت في وضع معناتها صعب، واحنا معناتها كسبنا ممكن معناتها عاده سيئه في السنوات الاخيره، نعملوا التحويرات ماهيش في وقتها. فهمني، دخلت الحكومه هذه في شهر سبتمبر، لقات قانون ماليه لازم تعدي قانون الماليه، عملت قانون ماليه فيه نوع من الفلسفه للانطلاق، نظمت مؤتمر الاستثمار، كانت نقول بدايه طيبه. وقلنا تفكر احنا في افاق تونس، قلنا اللي كونه النقاش الكبير اللي صار مع الحكومه خاصه على مستوى الزياده في الاجور وعدم الزياده في الاجور اتسيتيرا وكالديبا هذاك، ما يجمش يكون معناتها موضوع الزياده في الاجور يكون موضوع منفصل بذاته ونحكي فيه وحده. قلنا لازم يستير في مع اتحاد الشغل ومع الشركاء الاجتماعيين في اطار اتفاق شامل، ما يشملش كان موضوع الاجور، يشمل موضوع التوازنات الماليه الكبرى في البلاد، يشمل موضوع الصناديق، عجز الصناديق الاجتماعيه وملف التقاعد وما ادراك ما ملف التقاعد، يشمل موضوع
هيكلة المؤسسات العمومية اللي عجزة وصل الالاف المليارديات اليوم واللي بعض منها يسكو معناتها في حالة شلل تقريبا تام. موضوع الدعم وترشيد الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه، هذه ملفات اجتماعية كبيرة لابد ان يصير معها حوار اجتماعي. واليوم ندخل في الاصلاحات والعديد يتحدثوا عن الاصلاحات وشجاعة الدخول الاصلاحات، الاصلاحات تهم الملفات هذه اللي هي ملفات ما تنجمش حكومة وحدها تخوض فيها بدون معناتها الشركاء الاجتماعيين اللي هما معانا في الحكومة الوحدة الوطنية ولا في اتفاق كارتاج. هذا يلزم يتحط اليوم على الطاولة، واليوم يلزمنا قبل موفق أفريل نكونوا عنا خريطة طريق لمعالجة هذا. مازال ما تطرحش خريطة طريق، هذا اللي خلينا نقولوا خريطة طريق قبل ما نخرجوا الأخبار. خلينا نقولوا دخلنا في الميكرو لو بتي تران تران، معناتها قاعدين دخلنا في التسيير اليومي. ما يلزمش الحكومه تنغمس في التسيير اليومي، لابد ان تكون قدامها بوصله خريطه اصلاحات ونمشيو للمشاكل اللي هي معروفه اللي هي الاربع ملفات هذيا. مرحبا عايشك. نحكيوا على الكوره في الكواليس، مش على السياسه ولا حاجه، راه مش بدو واضحين، معناتها مش كان في السياسه نحكيو حتى في الكواليس. نحكيوا على المؤتمر الثاني لحزب افاق تونس. ربي باهي اطرح مؤتمر، لكن نحب نرجع به للحكومه هنا. اختار يا توا ينبعث خلينا نكملوا الحكومه ومن بعد نكمل خاطر شوف الضيف ما يدخلش في الكوندكتور. باش نحكيوا على الحزب المؤتمر وبعدين نمشيو للحكومه. دبر راسك اوكي، دبر راسك. مش بيقولوش بي الضيف يا ولدي. ما يسالش ما يسالش. سي كريم احترامتي بيا. تفضل وقت تحب. شنو محضرين للمؤتمر الثاني؟ والله هو المؤتمر هذا باش يكون موعد مهم برشا بالنسبه للحزب، باش يكون مؤتمر انتخابي. المؤتمر الثاني لافيق تونس، المؤتمر الاولاني كان تاسيسي، المره هذه باش يكون مؤتمر انتخابي، باش يتم انتخاب فيه هيكل الحزب، المكتب التنفيذي جديد. احنا عملنا نظام داخلي جديد قاعد الان بصدد النقاش في وسط الهيكل، باش يتم المصادقه عليه. فيه مكتب تنفيذي، فيه يعني مكتب مجلس وطني جديد، فيه مكتب سياسي، فيه تجديد للهيكل الجهويه والقاعديه المحليه. يعني باش يكون فرصه كبيره للحزب باش يزيد يتوحد، باش يزيد يكبر. حزب افاق تونس قاعد يكبر بخطى ثابته، قاعدين تبنيها كما قلنا حجره حجره على اساس معناتها سليم وعلى بخطى ثابته، معناتها مانيش مزروبين. نبنيو في مشروع افاق تونس، هو مشروع اساسا وحزب ليبرالي اجتماعي. الليبرالية الاجتماعية في تونس اليوم يمثلها حزب افاق تونس، هو تيار سياسي موجود في العالم ويحكم في عديد بلدان العالم اليوم. قاعدين كما قلت نبنيو، قاعدين نطرحوا في رؤى وفي استراتيجية سياسية للبلاد. والمؤتمر باش يكون فرصة لمناقشة لوائح مهمة للحزب والمضي قدما في المشروع نتاعنا. فما ديناميكية في الحزب، داخل الحزب فما تيارات مختلفة تتعارض في الأفكار في التوجهات. بالطبع معناتها ما فماش حزب نقاشي، حزب سياسي ما فيهوش نقاشات وما فيهوش يعني تبادل آراء وجهات نظر مختلفة في 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 مواضيع. ولكن حكيت بكري على المجلس الوطني اللي صار قبل دخول الحكومة، اللي قرر مشاركتنا في حكومة الوحدة الوطنية. كان معناتها مجلس وطني امتد إلى مدة 3 أيام وكانت نقاشات كبيرة، ولكن في الأخر معناتها وهذا معناتها من نقاط القوة متاع افاق تونس، كونا نلقاو سنتيز، نلقاو خلاصة لمختلف الآراء ونمشي بموقف واحد ونفواخذين موقف في هياكل ندافعوا عليه الناس كله يمشيوا فيه والناس كله تلتزم. هل الخمسه كفيله بتحسين الحزب من الانشقاقات والشقوق؟ والله شوف الخمسه معناتها داخله في تقاليدنا التونسيه وفي ولكن اللي يحمي الشقوق يحمي حزب من الشقوق اكثر هو الاحساس بالمسؤوليه، هو تقدير كونه مصلحه البلاد حقيقة أهم من قبل جي قبل مصلحة الحزب. وذلك هو اليوم خيارنا، هو كونه نكونوا متوحدين، نكونوا كلمة واحدة، نتناقش كما قلت داخل تيارات نتعاركوا، ولكن وين فوا خرجنا بقرار وخرجنا بتوجه الناس كل تلتزم بالتوجه هذاك. حتى اللي يبدا ماهوش مقتنع يمشي في التوجه هذاك، ومعناتها والانضباط اساس اي عمل واساس اي نجاح. في سياق الوحده، حكومه الوحده الوطنيه برينا عندهم يقول فيها الحكايه هذه. باش برشا حديث اليوم على تحوير وزير واعاده رمرمه الحكومه من خلال التحوير. حزب افاق تونس اليوم يرى أولوية لتحوير وزاري، اليوم مطلوب تحوير وزاري ولا لا في رأيكم؟
والله يشوف برهان موضوع التحويل الوزاري يبقى من مبدئيا من تقدير رئيس الحكومة واللي اختار التوقيت والمناسب لإجراء أي تعديل. احنا نقوله تقييم الحكومة يطلب تقريبا سنة من العمل. احنا اليوم تقريبا هناك 5 أشهر أو 6 أشهر. البداية كانت طيبة واعدة خاصة بعد نجاح مؤتمر الاستثمار، فما معناتها منسوب من الثقة حتى رجع لتوانسة، مش الحكومة فقط، حتى تونس حسوا كون البلاد بدأت تسترجع في القوة متاعها. اليوم المطلوب من الحكومة ما تنغمسش في التسيير اليومي في المشاكل اليومية وتدخل فك البتي تران تران تاع كل يوم وتنسى ما ينتظرها من إصلاحات. البلاد ما تنجمش تقدم اليوم إذا كان ما نحطوش الملفات اللي كنت نحكي عليها متاع التوازنات المالية متاع التقاعد والصناديق الاجتماعية متاع المؤسسات العمومية. هذه ملفات حارقة وعاجلة يجب تتحط ويجب يصير فيها وفاق وطني والنقاش. احنا نجحنا في الانتقال السياسي اليوم مازال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. اليوم كان ما نجحوش في المسار هذايا وما نحطوش الاقتصاد تاع البلاد على السكة صحيحة وفوا بورتوت اللي بنيناه الكل معناتها ينجم يتهد. وذايا كان تحدثنا الأسبوع الفارط كان عنا لقاء مع السيد الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل سي نور الدين طبوبي، يعني كان هذا مدار النقاش وقت نبداو في الاصلاحات وندخل. الاتحاد مستعد باش يدخل في الواحد هذا توقينا. اليوم الحكومه هي المدعوه الى المبادره، رئيس الحكومه مدعو للمبادره في المجال هذا باش نحطوا البلاد على السكه. هذا ما حسيناش اليوم اللي فما معناتها اجندا للشيء هذا، يلزم هذا يتحط باقصى سرعه. ثم مدى تقدم معناتها حسب مدى تقدم الملفات هذية نحكم على أداء الحكومة اللي احنا كما قلت ندعموا فيها وندعموا مزلنا باش ندعموها. بقينا التحوير معناتها في أي وقت نجم يصير اليوم. أنا في تقديري هاي. أنا في تقديري اليوم باش يجي وقت يطرح الموضوع وعلاش ليه معناتها ما يصيرش تعديل ينجم يصير وبتتريزم ويصير في 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 في, في اقرب فرصه. باقينا هذا يبقى لتقديره لرئيس الحكومه. نقول اخطر حاجه للحكومه هي تنغمس في المسائل اليوميه، وطفي حريقه هوني، وطفي انفجار اجتماعي هنا، وطفي الحرائق من كل بلاصه. يلزم يعني تكون هناك خارج طريق، لازم تكون هناك رؤية ووفق روزنامة محددة باش نفصل الملف هذا باش نفصل الملف هذا باش نفصل الملف هذا. هذا موقف أفاق من التحوير مرتبط بنسبة الحضور متاعكم في التحوير هذا؟ لا 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 لا، احنا نحب الحكومة تنجح. اليوم عندنا تمثيل في الحكومة وحنا مساندين الحكومة هذه ومساندين الوزراء متاعنا. الحكومة ما تتقيمش بأشخاص، ماشي معناتها فرد بفرد. حكومة هي فريق، بكري نحكيو على الكرة. نجاح فريق كامل والفشل هو فشل الفريق. إذا كان اليوم على حسب موقع أي حزب معناتها في الحكومة، مش على حسب موقع، لا معناتها هذيك توازنات داخلية يقررها رئيس الحكومة، تقرر في إطار معناتها من كما عملنا في اتفاق في وثيقة كارتاج. اليوم معناتها وثيقة كارتاج مازالت مرجع للحزب ومازالت مرجع للبقية. باقي نحكي في الأداء اليومي يعني وفي التقييم اليومي. هذه ساعة مسؤول عليه رئيس الحكومة، وهو برك ينجم يقيم معناتها أداء الوزراء نتاعو فردا فردا. بقينا كمجموعة عامة الرأي العام، وإحنا كحزب باش نحكموا على 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 الأداء وعلى خاصة يعني الخطة وعلى أساس المشروع نتاع الحكومة ومدى تقدمه في إنجاز الإصلاحات الضرورية اللي طلبها الوضع. اليوم لابد من حالة الموضوع، حكينا على المسائل الاقتصادية، فما مشاكل تاع مؤسساتية. اليوم عندنا مشكل في إرساء المجلس على القضاء، عندنا مشكلة في إرساء الهيئة الدستورية نقدموا في هذايا، هيئة مكافحة الفساد، عديد الملفات يجب يتقدم في نفس الوقت. وهذا مسؤول عليه الحكومة كما قلت اللي يتقيم أدائها في 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 متسع من الوقت بدون ضغط. احنا نقولوا هاي البوصله هاي الثنيه اللي راوها للبلاد، ثم
بعد معناتها رئيس الحكومة يقرر فيما يخص كل وزير شنو الأداء متاعو شنو النقائص شنو ويزيزم تصليح معناتها رأوا تحوير وزاري ماهوش حاجة معناتها بدعة ولا سي كريم. أحمد نجيب الشابي للمغرب يقول اليوم نداء تونس انهار وعدنا إلى المربع الذي كنا فيه سنة 2011، هل هذه هي الخريطة اليوم السياسية في تونس قبيل انتخابات بلدية؟ شوف هو اللي 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 يحدث في نداء تونس عنده تأثير بطبيعة على المشهد السياسي العام في البلاد، ولكن لازم زاد أيضا نحصروه ونحصروا للواقع السياسي كله في البلاد على وقع ما يحدث في نداء تونس. نداء تونس حزب فاز بالانتخابات، حزب عنده دور مهم في 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 العملية السياسية اليوم، تمنيوا كونه يتعافى بأقصى وقت ممكن، تمنيوا يبعد على القضاء يبعد على مشاكل القضاء ويرجع حزب معناتها يقوم بدوره. تبقينا المشهد السياسي اليوم هو المطروح الآن، هناك أحزاب قررت تدخل في اتفاق لقيادة البلاد، هذا هو المشهد السياسي وهذا المشهد اللي بشي تواصف في الفترة القادمة. معناتها باش تحافظوا على التحالفات الأدية الموجودة توا معناتها. معناتها ما فماش خيار آخر، مش تحالفات هي معناتها سميها شراكة في الحكم، هي سميها ائتلاف. نحكي على انتخابات بلدية فما تحالفات وجبهات. لا انتخابات بلدية موضوع آخر، انتخابات بلدية موضوع آخر. مش تحافظوا على التحالف نتاعكم في انتخابات بلدية ولا؟ مختلف تماما، احنا في الانتخابات البلدية مبدئيا اليوم أفيق تونس موجود تقريبا في 150، عندنا 150 تنسيقية محلية في مختلف مستعدين تدخلوا وحدكم بقوائمكم؟ بطبيعة هدف امتيانا قبل الانتخابات البلدية باش نوصلوا ل 250 تنسيقية محلية، تعرف المجموعة بتاع البلدية تقريبا 350، على كل حال 250 موجود اللي باش نكونوا موجودين فيهم معناتها التنسيقية المحلية باش تكون عندنا موجودة باش ندخلوا فيها بقوائمنا نتاع أفيق تونس الخاصة. فيما زاد عن ذلك باش ندرسوا تحالفات تكون طرحت عليكم، تحالفات طرحت عليكم نقاش لقوائم واحدة مازال ما تطرحش المبدأ والفكرة العامة، حتى مازلنا ما حسمناش الأمور في وسط الهيكل متاعنا، ولكن التوجه العام هو كونه تحالف أو معناتها الانفتاح وحلين قائمتنا باش يكون قدام المجتمع المدني، قدام الناس الشخصيات مستقلة، قدام الناس اللي نتقاسموا معهم نفس الآراء ونفس الرأي الاجتماعية. موقفكم من جبهة الإنقاذ في تونس؟ جبهة الإنقاذ يعني ربي عينهم معناتها يحاولوا باش يعملوا عايز، بقينا نحن معناتها قاعدين ننظر ونراقبوا فقط، معناتها حتى شنو عربوا اللي قال عليها؟ لا ما احنا منهمكين في الحكومة. نحن بالنسبة لنا احنا طرحنا الموضوع نتاع الجبهه الجمهوريه افيق تونس، هو اول من طرح هذه الجبهه. تفكر وقتها في السنه الفارطه وقلنا نعملوا معناتها اللمه هذه وكذا، ونعملوا هاللمه هذه في وسط البرلمان كدعم للحكومه، الفكره نتاعنا هي دعم للحكومه وتوفير معناتها امام المشاكل اللي عاشتها الكتله الاولى في البرلمان الى غير ذلك، كنا نخلقوا نوع من التوازن وما كانش معناتها هذا التوجه نتاع اغلب المخين حتى اللي موجودين اليوم في البعض منهم موجود في الجبهه هذه اليوم. توجه هذه الجبهه يبدو انه للمعارضه، مش هذا موقف افاق تونس اليوم. نحن ملتزمين بما ورد في الوثيقه وملتزمين بوثيقه كرتاج خاصه بالحكومه هذه اللي باش ندعموها. البلاد في حاجه الى استقرار سياسي معناتها اليوم، راهو ما نجموش نبدلوا كل ست شهور حكومه معناتها، هذا لازم يفهموه كيما الفريق. نعاود نرجع للكوره، وانا تعلمت برشا حوايج بالكوره، ما نجمش كل ست شهور تجيب اونترنور. حكينا على منتخب كره اليد تو عنده ثلاث سنين منهار لانه في العامين الاخرانيين عملنا اربع مدربين، كيف في كرة القدم، كيف في أي رياضة. استقرار مهم جدا في السياسة، كيف حكومة باش تنجح يزمها استقرار، يزم وقت تعطيها وقت باش بعد تبدا تقيم. علاش قلنا سنة هو الوقت المطلوب، مش معناتها كل ستة شهور يجي رئيس حكومة آخر وعاود وبدل وهاي الأولوية هذه وما عادش أولوية، يزم خط ويزم خط. احنا ماهيش وحدنا، راهو عندنا شركاء في العالم الناس تنظر لنا، فهمني؟ ما يلزمش كل ستة شهور كل ثمانية شهور يجي حكومة جديدة، نجم نغيره في وسط الفريق ولكن الخط العام ما يلزمش يتبدل. واضح. كريم الهلالي أفيق تونس راضية على حركة المعتمدين الجديدة تعينات؟
والله راضي احنا في الموضوع هذا، موضوع التعيينات راه منذ حكومه حبيب السيد خدينا فيه موقف نحن غير معنيين، اعتبر كونه الملف هذا من مشمولات رئيس الحكومه. لا شنو موقفكم كحزب؟ موقفنا ليه هذا مشارك في الائتلاف؟ هذا موقفنا من كل تعيين، تعيينات يقوم بها رئيس الحكومه هو مسؤول عليها. بقينا نحن نقولوا كونه تعيينات لازم تكون وفق ضوابط معناتها تكون فيها كفاءة، مش نعينه اليوم واحد ما عنده شهادة علمية، تكون وفق خبرة، لأنه اليوم الوضع ما يقتضي خبرة في التسيير معتمد ولا أي مسؤولية. نفهم أنه أنت تونس ضد بعض المعتمدين اللي تم تعيينهم مؤخرا اللي ما يستجيبش لشروط هذية، نحن ضده. أنه يكون سياسي مش سياسي، زوز معايير هذية أهم حاجة، الكفاءة، لابد من الكفاءة خاصة في بعض المناصب الحساسة، ولا بد من بعض الخبرة، لأنه اليوم وقت ما هوش باش نتعلموا الحجامة. فهمت؟ اليوم وقت تاع ناس عندها خبرة وشاركت وعندها معناتها ما تضيف، لأنه الوقت اليوم معناتها عندنا أوبليغاسيون دو ريزولتا، عندنا ثم نتيجة، إذا تحقق نتيجة اليوم مسؤول باش يمشي معتمد يتحقق نتيجة في الميدان، وباش تحقق نتيجة يكون عندك خبرة. دونك واضح عالم لذا فيك تونس عن بعض المعتمدين. لا 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 ما قلنيش هذا، ما قلنيش هذا، فهمتوا من كلامك. انا نقول كونه هذه المعايير، انه حصلت بعض التعيينات اللي خارج هذا معناتها تسال عليه الحكومه. احنا بالنسبه لنا هذه المعايير، وما نقولوش احنا طلبوا منا منذ مده، اعطيونا اسماء، اعطينا اسماء، والاسماء اللي نقدموها فيها اساسا المعايير اللي قلت لك عليها، الكفاءه والخبره الان مطلوب. هل تم احترامها؟ عموما 90% الناس اللي نعرفهم من يتعينوا 90-95% تم احترام. ممكن فما بعض الاستثناءات على حركه فيها تقريبا 110 ولا 115 معتمد، فما تقريبا 3 أو 4 حالات يطرحوا اشكال ما حقهمش تعداو، ما حقهمش تعداو، تبقينا ماهوش معناتها نهايه العالم، نصلحوا وتم الاصلاح. بالطبيعة ما نختموش رياضة مع سي كريم الهلالي. كريم الهلالي سؤال واضح ودقيق وأرجو إجابة بعيدة عن الدبلوماسية. لو كان كريم الهلالي على رأس جامعة وسائل كرة اليد، لين درى نتائج المنتخب في المونديال تكون كما كانت وإلا لا؟ بوريان والله تعطيني بشكل مباشر، قول لي بشكل مباشر محمد بشكل اللون اللي عملوه ارتستيك على الاخر بشكل مباشر ما تكونش كيفنا ذيك. شنيا الاغلاط وش كنا نجمو نعمل؟ شوف تو انت جريتني للحديث في كرة اليد، انا ما نحبش نحكي في كرة اليد. بقينا كرة اليد سياسة حتى هي كرة اليد. انا نعرف الفريق المصير هذا ونعرف الملاعبيه ونعرف كذا. عمل 4 دورات دولية مهمة، بطولة عالم في قطر فاشلة، بطولة افريقية في مصر فاشلة، العاب اولمبية في البرازيل فاشلة كمان الاخرانيين، ثم بطولة عالمية في فرنسا فشل، والأربعة كان يعمل فيهم نتائج ممتازة، لأنه يعني الفريق اللي عندنا توا في الذروة نتاعو، في ذروة العطاء وخبرة وإمكانيات فنية ممتازة جدا، عندنا منتخب مكانه الطبيعي اليوم ما بين 6-8 أوائل في العالم، اليوم في المرتبة 19. المشكلة هو مشكل تسيير. هناك مشكل تسيير في وسط المنتخب، مشكل تأطير، فما فرض انضباط، فما ثوابت، كان عندنا ثوابت في كرة اليد وفي تسيير المنتخب ما عادش موجوده اليوم. اقول غياب الرئيس، انا اقول لك بيتاتر، فهمتني، غياب رئيس فعل، غياب انسجام ما بين المجموعه اللي قاعده تسير. اليوم فما امور اخرى ممكن معناتها جانبيه قاعده تحكم في الرئيس. على كل حال لو كان انا كنت موجود كريم مثلا يهز ليك بناسيونال مع حافظ زويبي ولا مع انترونر اخر؟ انا معناتها ما كنتش معناتها نسمح. المشكل مش في المدرب بوريان، اليوم المدرب ممكن يتحمل مسؤوليه، جزء من المسؤوليه، ولكن المشكل العام هو اذا كان المدرب اليوم تهزه في منافسه وانت حاطه، كان تفشل نحيك، كان تخسر نحيك، وانت في تحت الضغط معناتها، ولا ولا والا تقول له كلام في وجهه وفي ظهره، تتصرف تصرفات اخرين والكلام يوصل له، يديستابيليز لو جروب. من النهار الاولاني كان حاجتك بحافظ الزويبي تنحيه، كان حاجتك اليوم حافظ الزويبي هو المشكل، بعد حافظ الزويبي تمشي مدرب، كان حافظ الزويبي من البيت تمشي به، يعني خيارات. انا كنت واضح خيارات معناتها المدرب، وكان راهو شوف كان قلت نحكيت على الثوابت في التسيير. احنا كي خذينا ناخذ مدرب، خذينا سعد افنديش عملها معه 4 سنين، الان بورت عملها معه 4 سنين، افيق تونس ماهوش بشي اخر، افيق تونس اليوم
قلت لك قاعدين نبنيه في الحزب على ثوابت صحيحة، قاعدين نبنيه في الحزب على أسس متينة وفق برنامج، وفق معناتها رؤية، وبكل يعني مسؤولية نتناقشوا، ولكن عندما نخرجوا بخيار نخرجوا متحدين. واليوم ماهوش صدفة كونه أفاق تونس يعني تقريبا من الأحزاب القليلة جدا في الساحة اللي ما فيهوش إشكاليات وما فيهوش مشاكل داخلية وما فيهوش يعني أمور اللي تخرجوا على مسار وسياق الوطني. الحزب اليوم في الطريق صحيح. بقينا من المشاكل اللي تعاني فيها الأحزاب اليوم، هذه فرصة باش نقولوها، هو موضوع التمويل. اليوم احنا في تونس عندنا مشكل كبير. اليوم نحبوا الاحزاب معناتها تكون فاعله وتقدم وتكبر، ولكن ما نحكيوش كيفاش تتمول الاحزاب. قانون اليوم ما معناش تمويل الاحزاب، اليوم معناش قانون اطار قانوني مش يراقب يسمح بالتمويل الاحزاب. كيفاش قاعده تمول اليوم الاحزاب؟ الاحزاب اليوم قدام شبه استحاله بتاع تمويل، معناتها اليوم يا تمشي تمد يدك رجال أعمال باش يمولوا الحزب، أو تقعد خارج السلبان بالسياسة. وكيف في كل في أي معناتها مشروع المال قوام الأعمال، يزمك مال اليوم باش تكون مؤثر، باش تكون موجود، باش تقوم بدورك كحزب سياسي. اليوم المال هذا مش متوفر، متوفر عند الخواص. الدولة ماهيش تعمل حتى شيء للأحزاب، متوفر عند الخواص، والخواص جينيرالمون ما يعطيكش حتى شيء بليش. فهمتني؟ واختر على الديمقراطيه كونه تمويل الاحزاب يصبح معناتها في يد رجال الاعمال. فاحنا النادي اليوم بقانون لتمويل الاحزاب السياسيه، لابد من تمويل عمومي للاحزاب السياسيه. راهو الديمقراطيه قلتها ونعودها عندها كلفه. نظام ديمقراطي راهو عنده تكلفه. تحب نظام ديمقراطي؟ اليوم راهو عنده تكلفه من التكاليف نتاعو هو تمويل الاحزاب العموميه، تخليها في وضع والتمثيل ما يكونش معناتها بطريقه ستابل، الناس كل كيف كيف يكون حسب التمثيليه وحسب الثقل وحسب التوازن. سؤال اخير سي كريم، فهمني باش باش لا هذا مهم، لا مهم باش معناتها باش اليوم نحمي الاحزاب من خطر الانزلاق ونحمي الديمقراطيه من ان كانوا تسيطر عليها لوبيات الفساد ولوبيات التهريب اللي غير اللي كان يعني نحكي عليهم برهان بكري. وانا صرت الحزب البرجوازي باش تراجعوها ولا في الانتخابات الجايه؟ شنو هو حزب البرجوازي؟ يقال انه حزب افيق تونس حزب برجوازي. مش برجوازي حزب افيق تونس، انا ماني برجوازي، انا يعني موجود عند الشعب التونسي، انا موجود في الحزب هذا مانيش برجوازي، انا ولد شعب ولد. ولا مين جات صوره الحزب البرجوازي؟ ما كيما النخبه اللي قرات واللي كذا، ناس قرات ناس كذا، معناتها هذا مش عيب. شوف افيق تونس من الثوابت نتاعو ومن الحاجات اللي عايد بها ديما ينادي بها هي المصعد الاجتماعي لاسانسور سوسيال. اليوم نحكيه على ياسين ابراهيم مثلا رئيس الحزب، ياسين ابراهيم امه معلمه، ابوه يعني ضابط في الجيش التونسي، معناتها تعرف المعلم قديش يخلص في تونس، تعرف ضابط في الجيش التونسي قديش يخلص في تونس، معناتها طلع من الوسط هذايا وقرا على روحه ونجح واصبح المثال هذا. كيف كيف انا كيف كيف والدي كان معناتها معناتها مقاول صغير بتاع بني، الوالده ما تخدمش وقرينا ونجحنا وحدنا بذريعنا. هكايه السواد الاعظم في افيق تونس من نوع هذا، ناس خدمت معناتها استعملت المصعد الاجتماعي اللي كان موجود وكان يخدم بقوه في تونس في المجتمع التونسي. اليوم تعطل المصعد هذا، يزم يرجع يخدم، يزم نعطيه معناتها المكانه المهمه للميريتوكراسي، معناتها اللي تنجح بكفاءتك وبجهدك وبمثابرتك، مش معناتها بالباراشوتاج. هذا من الثوابت نتاع الحزب، والحزب قاعد ماشي في هذا، ماهوش حزب يعني هذا تيكيت يلصقوا فيها حزب نتاع البرجوازيه. حزب ما فما حتى برجوازيه، كلنا اولاد شعب وكلنا جينا من الواحد، وانا ماهيش برجوازي. اجتماعاتكم في المقاهي الشعبيه تو ماش يقولوا عليكم برجوازيه؟ نعملوا في المقاهي الشعبيه البارح عودت البارح اجتماع في سيدي حسين وفي البطحه وفي السجومي وفي كذا، تحسب عندنا برشا مقرات. حزب افيق تونس ميزانيه اللي نشرها في نشرنا القوائم الماليه نتاعنا تو 3 شهور التالي، ميزانيه 2015 تقريبا 600,000 دينار حزب كامل. معناتها معناش باش نمولوا مقرات كل، وانا اليوم في اريانا عندي مقر، معناتها انا نبحث عليه في التمويل وحنا ندفعوا عليه، وانت المنخرطين والاطارات الحزب في الجهه هما يدفعوا في الكراء، هما الحزب ما ينجمش يوفر مقرات في كامل تراب، استحاله. فهمني؟ ف معناتها نعملوا في كل المجهود هذاك. هذيك علاش قلت لك اليوم لابد من معناتها من اطار لتمويل نشاط الحزب. اليوم كانت الدوله
التجمع كان موجود في كل تراب الجمهورية في كل شبر كان مغطي لأنه كان آلة الدولة تخدم، الدولة كانت تتمول في هذا. اليوم ما عادش هذا ممكن، لازم نلقاو إطار آخر باش ما عادش نتسائلوا اليوم النهضة منين تجيب الفلوس والنداء منين تجيب الفلوس وفاق منين، لازم تمويل عمومي. بالضبط كما قلت الديمقراطية عندها كلفة. كاب اف ام الكلمة ليك.